البطل محمد عبد المنعم اللي قدر انه يحصل على لقب اول العالم وميداليه ذهبيه في بطوله العالم رفع الاثقال بدوله المكسيك 2023، وقدر انه يحقق رصيد 6 ميداليات متنوعه في هذه البطوله. انجاز رياضي نفتخر به جميعا. معانا على الهواء دلوقتي البطل محمد عبد المنعم، نعرف منه رحلته الرياضيه من البدايه وحتى تحقيق هذا اللقب اول العالم. صباح الخير عليك يا بطل. صباح النور، صباح حضرتك. الحمد لله، ألف مبروك أولاً. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. عايزينك كده بقى تقول لنا إيه قصة الميدالية الذهبية وهذا اللقب اللي أنت حصدته، بتكلم على 6 ميداليات. 6 ميداليات ذهب في بطولة العرب وأفريقيا هنا في مصر، بطولة عربية كبار، بطولة أفريقية ناشئين، الحمد لله ربنا كرمنا فيها ب6 ميداليات ذهب. وبطولة المكسيك بطولة عالم ناشئين، الحمد لله ربنا كرم بميدالية ذهب، وإن شاء الله يكون اللي جاي خير بإذن الله. دي آخر ميدالية هي بطولة المكسيك. طيب محمد، قول لنا يعني بدايتك مع رياضة رفع الأثقال، هي رياضة طبعا صعبة جدا، قول لنا ابتديت إزاي؟ كان عمرك كام سنة؟ مين اللي شجعك؟ أنا كان عمري وقتها 15 سنة، بدأت في نادي صغير كده، وكان معايا مدربي طبعا هو اللي شجعني على فكره ان انا اتمرن، وهو اللي واقف جنبي لحد ما وصلني منتخب مصر، الحمد لله شاركنا في بطولات دوليه ربنا كرمنا فيها يعني. الحمد لله. محمد، يعني ناس كتير قوي لما يسمعوا عن اللعبه دي رفع الاثقال يعني بيفتكروا انها لعبه مش سهله او بسيطه، هي وراها يعني اجتهادات كتيره جدا، وراها شغل. المفروض البطل اللي بيشتغل او بيلعب رفع الاثقال بيشتغل على نفسه فترات طويلة جدا، يعني ما هوش بس استعداد قبل البطولة، فكلمنا عن الاستعدادات الخاصة وإزاي اشتغلت على نفسك عشان تصل إلى المرتبة دي وتحصد كل هذه الميداليات. وهي بطل طبعا بيتعب في أي لعبة عامة، بس إحنا عندنا في رفع الأثقال إن بتبقى معسكرات مغلقة، فإحنا بنضطر نقعد فترات كبيرة في المعسكرات، ما ننزلش البيت، بحيث إن يكون التمرين متواصل وبأعلى جهد ونوصل لمستويات عالية. إيه طبيعة التدريب؟ يعني بتدرب إزاي؟ احنا بنتمرن فترتين في اليوم صباحا ومساء، بحيث ان يكون التمرين مكثف جدا، لان اللعبه لعبه عندنا لعبه احمال، فبنضطر ان احنا نعمل احمال عاليه عشان يكون التمرين فيها بمستوى عالي نوصل لمستوى اعلى. محمد، طيب يمكن ده اليوم العادي بتاعك، يعني ده التدريب العادي، بس قبل البطولات الكبيره بقى، يعني قولي كده، انت خلينا نفترض ان انت خلاص في بطوله كبيره جدا قربت، بيبقى شكل يومك عامل ازاي؟ شكل يوم بيقوم الصبح تمرين صباحا مثلا الساعة 7 الصبح، بعد كده بيبقى في الفطار اللي هو للتجهيز لتمرينة تانية بتبقى الساعة 11 طبعا. بيبقى في خطة غذائية أو خطة تغذية مخصوصة، خطة تغذية وخطة تمرين طبعا الاتحاد المصري موفر لنا الكلام ده كله. هايل، تمام. طب محمد، لعبة رفع الأثقال يعني مش مسلط عليها كتير الأضواء، وكده من الألعاب اللي هي مش ألعاب شهيرة، يعني نقدر نقول هي من الألعاب اللي الشهيدة وليست الشهيرة، ما فيش عليها أضواء إعلامية كتير. ده في بعض الأحيان بيزعلك إنك أنت بتكون جايب ميداليات ذهبية الأول على العالم، بطولات عالمية، وما فيش تسليط ضوء عليها كتير. هو مش تسليط ضوء، بس هو ما فيش فيها أي حضرتك، ما فيش دعم خالص. مفيش دعم خالص، دي الفكرة، مفيش دعم خالص حرفيا، فاحنا يعني من السادة المسؤولين ان هم يدعمونا. بتطلب منهم ايه؟ ايه المفروض يعملوه؟ يكون في دعم لينا، ويكون في اكتر معرفة لينا، والناس تكون عارفة اللعبة اكتر، بحيث ان احنا عندنا ابطال كتير جدا، يعني انا مش لوحدي، في ناس كتيرة جدا موجودة، فبدل ما يكون في مثلا 5 ابطال يكون في 20 بطل ان شاء الله، بدل ما تكون ميدالية واحدة ذهب تكون 20 ميدالية ذهب. دي الخطة اللي احنا يا ريت هم يمشوا عليها، يكون في دعم اكتر للعيبه. يعني محمد، انت هنا بتتكلم اعلاميا او تسليط الضوء عليهم، ولا بتتكلم بشكل عام يعني دعم، ان كان في كل يعني اعتقد لعبه رفع الاثقال برضو محتاجه حاجات كتير، يعني محتاجه تجهيزات كتير، مش دعم اعلاميا بس، دعم ماديا ودعم بامكانيات للعيبه عشان يتوفر ابطال اكتر. تمام. طب محمد، عايزين نتكلم بقى على اللي بيساندوك وبيدعموك وبيشجعوك، اكيد عشان توصل للمرتبه دي وتحصل على كل هذه الميداليات في حد بيدعمك، في حد بيسندك بيساعدك. يعني دي بتبدا عندي من البيت، الحمد لله اهلي بيقفوا جنبي جدا،
في التمرين، يعني لما اكون في التمرين في البيت لازم يكون في نظام غذائي في البيت لوحدي غير البيت طبعا. مواعيد التمرين اهلي بقى متابعين فيها، ان انا عندي تمرين الساعه كذا، لا احنا موفرين له البيت مثلا هي دي عشان يعرف ينام كويس قبل التمرين. الحاجات دي كلها اهلي بيوفرونا فيها، بتبدا من البيت. ثم بعد كده بقى للمدرب بتاعي انه بيساندني بيقف معايا في التمرين، غير بقى الاتحاد يعني موفر لي مكان اتمرن فيه اللي هو المعسكر المنتخب، يعني بتمرن هناك في امكانيات متوفره جدا. طبعا معاك دكتور اشرف صبحي موفر لنا كذا حاجه في المعسكرات الحمد لله يعني. احنا بنحييك مره ثانيه وبنبارك لك وبنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تحقق نجاحات اكبر واكبر يا محمد. طبعا الطالب محمد عبد المنعم الحاصل على ميداليه ذهبيه في بطوله العالم لرفع الاثقال، شكرا جزيلا لك. بنحييك يا محمد عبد المنعم بطلنا في رفع الاثقال، وان شاء الله تصل كده للميداليه ال20 وال50 كمان الفتره اللي جايه.